طب ليه صممت على ضم ابو جبل في وقت من الاوقات، او حتى لو ما كانش ابو جبل يجي غيره بسام، وبعدين في الاخر الزنفيلي، وليه ما لعبش الزنفيلي ولا مباراه؟ انا قلت نحن لدينا انا قلت من قبل ان نحن لدينا حارس خبره ومصاب، وكل ما كنت ارغب فيه هو حارس خبره ايضا وليس حارس جديد او حارس شاب، اذا لانني لدي لاعبين شباب، وكل ما كنت ابحث عنه لاعب كبير في السن، عندما يحدث اي شيء هناك الخبره التي تلعب. يعني انت لو جبت ابو جبل او غيره كنت ممكن، وكان جاي حارس مرمى منتخب مصر، كنت ممكن تقعده احتياطي في البطوله الافريقيه؟ اعتقد كان هيبقى صعب شوية. هذا اختيار المدرب وليس ليس الحارس المرمى الذي يقرر، انه المدرب هو الذي يقرر. اذا هذا عملنا نحن، من يقيم من يقرر. اذا هناك الكثير من اللاعبين الدوليين الاساسيين ويكونوا في الاحتياطي، ما المشكله؟ انا لعبت كثيرا كحارس مرمى واعشق ان اكون يعني يكون هناك منافسه، وانا احب المنافسه. لكن يجب ان تكون عادل والافضل يلعب الافضل في التمرينات ومن يؤدي ما عليه. اذا هي تدار كذلك. انا لا ارى ان يقوم مدرب لا يوجد حجه له لكي لا يضع افضل لاعب في التمرينات. لماذا؟ اذا لا نستطيع ان نقول احنا لدي ثلاثة او اربعة لا حراس مرمى جيدين جدا. اذا لا اجد مبرر، لا اجد اذا لانها الحارس المرمى لديه 30 او 35 سنة نضعه دائما لانه الاكبر سنا، لما لا نضع شيء؟ مشاعرك ايه وانت في عهدك في عهد تدريب حراس المرمى الشناوي بياخد افضل لاعب في القارة، والنهارده مصطفى شوبير بيرشح للقب افضل لاعب في القاره وافضل حارس في القاره، وحمزه في البطوله الاولمبيه بياخد افضل حارس في المنتخب الاولمبي. حاجه جميله يعني، في التشكيله المثاليه يعني. ما اشعر به انه فخر كبير جدا. انا فخور بالعمل مع ما الذي اقوم به كل يوم معهم والذي يقومون به كل يوم، لن استطيع اقول ان اكثر من ذلك. اذا لو رايتم في مباراه المنتخب الثلاثه لاعبين حراس المرمى الاساسيين من الاهلي، اذا هذا شيء رائع، هذا خرافي. نحن لدينا لاعبين موهوبين دؤوبين في العمل، لذلك انا اقول ان انا احب العمل. انا لدي موهوبين وهذا يحفزني ويحفز الجميع، والتدريبات التي يقوم بها وتكون مختلفه عن امس. نحن لدينا خطط للتطوير والكثير من العمل، ولدينا الكثير من الاهداف، ولدينا الكثير لنفوز به ايضا. اذا يجب ان يكون جميع الحراس جاهزين بنسبه 100%. مين من الحراس بيعجبك في مصر؟ من احب في مصر؟ انا احب كل انا بحب حراس المرمى. دول الحراس بتوعك من خارج الاهلي؟ انا حاليا على ارض كثير من بدايه الموسم. جاد ولعب حارس مرمى المصري الذي يؤدي بشكل رائع من بدايه، واعتقد انه فعل مباريات ادى مباريات رائعه من بدايه الموسم. انا سعيد لذلك، لانهم عندما يروا الاهلي انها المنافسه كما قلت لكم، انهم يريدون ان يكونوا على نفس المستوى. اذا هذا يسعد
يسعدني وهذا ثراء لمصر وللمنتخب الوطني وللأندية وللجميع. هذه فرصة رائعة، لدينا الكثير من الحارسين الحراس الرائعين وهم نموذج للآخرين. أنا مع المنافسة، أنا لا أحب الغيرة ما من هذا أو ذاك، لكن أحب المنافسة. يجب أن تكون دائما في عقليتك كيف تؤدي بشكل أفضل شكل مرة. هذا شعاري.